هو الأخطر دكتور علي من التطبيع هو الغزو الصهيوني الأمريكي الذي يسبق التطبيع. يعني الآن صار في قناعة عند كثير من السلط في الخليج إنه التطبيع جاي جاي. هذه من ثمرات الغزو اللي سبق التطبيع في الدول الشقيقة الإمارات والبحرين. يريد التحالف الصهيوني الأمريكي السيطرة على العقول في الخليج، وبالتالي من السهولة إذا سيطر على العقل العام وعلى الجو العام ممكن أن تأتي خطوة التطبيع طبيعية جدا ولا يعني تحرك أي مقاومة لها. أنا أحذر من هذا الغزو، هذه الإدانة الدائمة للفلسطينيين وهذه الإدانة الدائمة للمقاومة الفلسطينية وهذا التشهير بالمقاومة الفلسطينية وهذه الإشادة بأبو مازن وغيره، هذه كلها باكج واحد لتمهيد الطريق للتطبيع. ومن هنا أنا أنادي الشرفاء الملتزمين بقضية فلسطين في الكويت وخارج الكويت أن يعالجوا موضوع الغزو الفكري هذا ويقفوا في وجهه حتى لا نسقط نحن في جريمة التطبيع التي لن نربح منها أي شيء، الربح كله 100% للكيان الصهيوني. ولذلك أنا يعني أتمنى على البقية الباقية من الخليج التي لم تسقط في هذه المستنقع، أتمنى أن يحذروا من أن يكونوا ضحايا للغزو الفكري الذي يسبق التطبيع. إسرائيل والولايات المتحدة يعني تخطط لما هو أبعد من التطبيع، وللأسف إحنا نتصور إنه يعني التطبيع هو مجرد أن نتبادل السفارات وتنتهي القصة ويرفع علم إسرائيل عندنا وتنتهي القصة. لا أبدا، يعني هم يريدون أكثر من ذلك، هم يريدون أن يكونوا أطراف مباشرين في الخليج موجودين بيننا باللحم والعظم، وهم الذين يسعرون الحروب بين كيانات الخليج كما سيحصل في المستقبل، وهم الذين يسيطرون على سوق الخليج كما سيحصل في المستقبل، وهم الذين سيستفيدون من نفط الخليج عوضا عن أن يستوردوه من مناطق نائية تكلفهم، ولهذا سينعش الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني معاناة كبيرة الآن. لذلك التطبيع له تفريعات دكتور علي كثيرة حتى الآن لم يعيها الرأي العام إذا جاز التعبير في منطقة الخليج. ولذلك إحنا علينا كمثقفين ومفكرين وكتاب زوايا وكتاب في الصحافة المحلية أن ننشط في التنبيه لخطورة الغزو الفكري الذي يسبق التطبيع.